السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. أهلا وسهلا بكم في الحلقة السادسة من برنامج الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. حلقة اليوم على درجة عالية من الأهمية. حلقة اليوم، هذه الحلقة مفصلية لكل شاب. عنوان الحلقة: اختيار الزوجة. كيف تختار زوجتك؟ من هي شريكة حياتك ودربك؟ ما المطلوب فيها؟ كيف تبحث عنها؟ وأين تجدها؟ لعل أهم اختيار في حياتك أيها الشاب اختيار الزوجة. لماذا؟ لك من العمر 25 سنة، هذه المرأة ستعيش معك 50 سنة قادمة إن قدر الله لك هذا العمر. أنت ستعيش الآن ضعفي حياتك الحالية مع امرأة، إما أن تسعد معها وإما أن يكون الأمر غير ذلك والعياذ بالله تعالى. اختيار الزوجة أمر مهم جدا، بل إن زوجتك سترافقك في الآخرة. قال الله تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ستكون زوجتك معك في الجنة. الآن أنت ستختار من هذه التي سترافقك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم إن هذه المرأة هي عينها ستربي أولادك. عندما تختار أنت زوجتك، أنت تختار تربية أولادك. ستختار هذه الأم الذي ستحتضن هؤلاء الأولاد، ستنشئ أولادك كتنشئتها. لذلك اختيار الزوجة اختيار دقيق جدا ومهم جدا. لا تحدوه نزوة ولا تدفعك إليه شهوة، ولا يغرين بك غمزة أو لمزة أو همسة. لا بد أن تختار بدقة، فالأمر جد خطير. إما أن تسعد وإما أن تشقى، إما أن يسعد أولادك وإما أن يشقى الأولاد. وسيقولون يوما: رحم الله أبي، لقد اختار لنا أما جيدة، أو يقولون غير هذه المقالة. اختيار الزوجة على درجة عالية من الأهمية. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال ابن مسعود رضي الله عنه في تأويل هذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال: هي المرأة الصالحة. تخيلوا أن الدنيا الحسنة كلها
المرأة الصالحة، وفي الآخرة حسنة قال هي الحور العين في الجنة، أو هن الحور العين في الجنة، وقنا عذاب النار قال عذاب النار المرأة السيئة. الله أكبر. المرأة السيئة تحرقك، المرأة السيئة تكويك، المرأة السيئة تجعل حياتك في عذاب وشقاء، بل في جهنم ونار. يقول ابن مسعود في تأويل هذه الآية وقنا عذاب النار قال عذاب النار المرأة السيئة. لذلك أيها الشباب، اختيار الزوجة أمر دقيق. إياك أن تخدع بغمزة عين، إياك أن تخدع بحلو منطق، إياك أن تساق بإشارة من يد أو همسة من كلمة. اختر زوجتك بدقة. هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله هي في اختيار الزوجة، لأهمية هذا البحث في حياتك، إن في الدنيا وإن في الآخرة. عند اختيارك زوجتك ينبغي أن تراعي أمورا عشرة. هذه الأمور ينبغي لكل شاب أن يحفظها، ولكل فتاة أن تعلمها، لتعلم أن الرجال الصالحين يبحثون فيها عن هذه الأمور العشرة. لا تفرط بواحد من هذه العشرة، ابحث وابحث وابحث حتى تجد هذه العشرة. الأمر الأول الإسلام، أن تكون مسلمة، زوجتك مسلمة، لا يليق بك إلا المسلمة. قال الله تعالى في قرآنه الكريم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولو كانت المشركة جميلة، ولو كانت المشركة صاحبة عيون زرقاء أو خضراء، ولو كانت المشركة صاحبة شهادة جامعية عالية، ولو كانت المشركة ذات منصب وجمال، لا يليق بك إلا المسلمة. هذه الآية لها سبب ورود أو سبب نزول، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة عبدة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. واحد من الصحابة اسمه مرثد الغنوي. مرثد هذا كان قبل الإسلام كان مشركا، وهو في الشرك كان قد تعرف على امرأة مشركة اسمها عناق، وأحبها وأحبته، وكانت عناق هذه راقصة، وكانت تفتح بيتها للرجال يدخلون متى شاءوا ويخرجون متى شاءوا، ومن جملتهم مرثد قبل إسلام. الآن أسلم مرثد، وكان مرثد شابا جلدا قويا، له عضلات مفتولة، وله بنية متينة، وله وسامة وجمال وقوة تبحث عنها النساء في مثله من الرجال، وعناق هذه كانت قد علقت به. كان من جملة أعمال مرثد أنه كان يحمل أسار المسلمين من مكة ليحملهم إلى المدينة المنورة، يهربهم من أيدي المشركين. في يوم من الأيام وفي الليل كان مختبئا في مكة يبحث عن أسير مسلم يريد أن يأخذه وهو مستضعف من أيدي المشركين ليذهب به إلى المدينة المنورة. وبينما كان في ظل جدار، وإذ بعناق تمر في ذلك الحي فتشاهده. عناق تقول مرثد، فنظر إليها وقال عناق، قالت أهلا ومرحبا، اشتقنا لك يا مرثد، الليلة تبيت عندنا. وأرادته أن يكون معها في دارها بالحرام، فقال لها مرثد إن الإسلام حال بيني وبينك يا عناق. قالت تتزوجني؟ إذا لم يكن زنا فليكن زواجا. قال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لئن لم تفعل ولم تبت عندنا الليلة لأصرخن بين طرفيها حتى يأتيك رجالها فيأخذوك. فهرب منها مرثد وصرخت عناق. وهذا امتحان الشاب المؤمن يا شباب، يا أيها الشاب المؤمن ستمتحن.